السلام عليكم. خوتي المغاربة، أنا واحد مواطنة مغربية جيت مع ولدي هنايا باش نعالجه في لافينلاند. شخص لي الحالة في المغرب، وبما أنه كيقرا هنايا في لافينلاند جبته هنا لفنلندا في المستعجلات، وجبت الراديو السكانيرات ديالو بأن عنده الماء في الراس ديالو. المهم سيدي، منين حنايا جينا لهنايا هاد البلاد السعيدة، شدوا الولد سيدي حتى جو في الأمراض النفسية. الولد خصو عملية مستعجلة، والناس حطوه ليا في أمراض النفسية. الله يخليكم. دابا أنا كناشد صاحب الجلالة، كناشد السيد السفير اللي استقبلني في المكتب ديالو، وكنناشد الوزارة الخارجية ديالنا يديروا لي الحل لولدي. أنا كنطلب غير ولدي نديه للمغرب ولا نديه شي بلاد تاني فين يتعالج. الله يجازيكم بخير خوتي المغاربة اللي في دار المهجر ديال فنلندا وفي السويد، القنصلية ديال السويد. الله يجازيكم بخير. أنا عندي طلب واحد، طلب واحد هو اللي كنطلب من سيدنا ومن الخارجية ومن السفارة، يعتقوا لي ولدي راه محتاجش في الأمراض النفسية. ما كنشوفو طبيب، ما كنعرفو الدواء اللي كيعطيوه، ما حتى شي حاجه. انا جبتو هنا على اساس عنده التامين، وكيقرا ولدي هنا ومستقر هنا، جبتو من المغرب على اساس باش نعالجو. صدق محتاجز، ومنعوني باش نخرجو، ومنعوني باش نعطيوه ليه واخا التدخل ديال السيد السفير. دابا كنتسنى الخارجيه وكنتسنى سيدنا يتدخل يعطيني هذا الولد ديالي. بغيت نديه شي بلاد اخرى، ولدي ما كانش ما خلونيش نشوفو 10 دقائق بسرعه، وما عرفتش ولدي تزاد نفسيته وتيقول لي اش كندير هنا. الولد محتاج عمليه جراحيه لان الحاله ديالو ما مستقراش، ما متزنش، دخلوه ليا سبيطار نفسي. دابا انايا ما عجبنيش العلاج هنا، ماشي هذا هو العلاج، وماشي هذا اللي بغيت لولدي. كنطلب غير ولدي نخرجوا من هاد البلاد. الله يخليكم، ساعدوني بغيت نهز الولد. دابا كاع الطرق طرقتهم، سعيد السفير قال لي ما عندي ما ندير، هذا القانون. ما عرفتش شنو هو هذا القانون، واش ما عنديش الحق يمشي لواحد واحد يتهز ويمشي للبلاد اللي بغى يدير فيها يتعالج فيها. واش هادشي بزاز نخليو الدري هنا بزاز؟ انا ما بغيتش نخليه يتعالج هنا. الله يخليكم خوتي المغاربه، عاونوني في هذا الولد نخرجوا من هنا. الولد غدا حالته كتازم وخصو عمليه في راسو، وهما شادينه في الامراض النفسيه وما بغاوش يعطيوه ليا. درت جميع التدخلات سيد السفير، درت تدخل، قالوا لي هذا هو القانون الفنلندي. ما عرفتش فين هذا القانون، فين كاين؟ الله يرحم الوالدين. راه انا واحد الام مكلومه وكنتقطع في هذه البلاد اللي ما عمرني عرفتها كيف دايره، جيت لها في الظروف ديال الثلج والبرد وانا معذبه هنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.